كتاب فار القصص السرية لأبطال إفريقيا هو كتاب يحتفي بالمنتخب الوطني وإنجاز المنتخب الوطني المتوج بكأس إفريقيا 2019. هو كتاب يندرج في إطار أدب كرة القدم، هذا الأدب الإنساني الذي يجعل من كرة القدم قصة جذابة، وما هي تخليد للحظة جميلة في تاريخ كرة القدم الجزائرية. المقصود بفار هي توقيف اللقطة، إعادة الرجوع إلى الوراء، المقصود بها أيضا محاولة رصد لحظات غائبة، محاولة أيضا تسليط الضوء على لحظات ربما لم تأخذ حقها، وأيضا هناك أشياء ربما لا نراها ولكن تقنية الفار تراها. ربما من هذا المنطلق جاءت فكرة تسمية الكتاب بفار. هناك الكثير من المؤلفات التي صدرت في كرة القدم، ولكن أدب كرة القدم هو شيء مختلف تماما. أدب كرة القدم هو أدب إنساني يهتم باللحظة الإنسانية، يهتم بالقصة. يحتوي هذا الإصدار 65 قصة كلها موجهة للاعبي المنتخب الوطني. هناك قصتان، قصة لمشجع حدثت معه قصة غريبة في مصر، وقصة أخرى في حدثت أثناء المباريات، أثناء مباراة النهائي حدثت في الجزائر. أعرف بعض القصص الإنسانية عن هذا الحارس الرائع، هذا الإنسان الجميل، هي محاولة لتكريمه، محاولة للقول أنه إنسان رائع، أنه شخص ربما عندنا صورة نمطية عليه أنه شخص جاف بارد، لكنه شخص إنساني رائع جدا. والله قصة رياض محرز مع الوالد نتاعو اللي توفى في سن 15 يعني وتركه وحيدا، كان مشجعه الوحيد. قصة أيضا رئيس مبولحي والوالدة تاعو أيضا اللي توفات 3 شهور بعد الاستدعاء تاعو للمنتخب الوطني، لأنه كان آخر واحد يعني سمع بالمرض تاعها وأنها تعاني سرطان المعدة. وأيضا ربما قصة مشجع من الحدود الجزائرية اللي جاء من مدينة بوشبكة الحدود الجزائرية التونسية، انطلق من بيته مباشرة بعد مخالفة محرز أمام نيجيريا، ووصل ساعتين إلى الملعب القاهرة، وأثناء لحظة تسجيل هدف بغداد بونجاح أغمي عليه. هناك دلالات لهذه الصور، مثلا لما نشوفوا بغداد بونجاح بصورة لباس نادل، هناك قصة، لأنه بغداد بونجاح كان نادلا في مطعم قبل أن ينتهي به المطاف لاعبا في كبيرا في فرق عديدة وكذلك في المنتخب الوطني. هناك أيضا قصة مع أحذية رياض محرز موجودة في الصورة، هناك قصة أيضا لرئيس مبولحي بلباس ربما يعكس شخصيته السابقة، هناك حركية في هذا الغلاف، محاولة خروج عن النمطية، محاولة خروج عن السائد، محاولة خروج. كان بالإمكان وضع صورة عادية، صورة غلاف، ولكن أردنا هذه الصورة الحركية الاحتفالية.